خلونا نبدأ بالأخبار اللي معانا. امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل ويليام بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية. الاجتماع شهد تأكيد قوة الشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية، كما نقل بيرنز تحيات الرئيس الأمريكي جو بايدن لرئيس السيسي وتثمينه لجهود مصر الحثيثة في دفع مسار التهدئة في قطاع غزة ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، بالإضافة إلى دورها المحوري المتواصل في تقديم وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ اندلاع الأزمة. يعني ملف غزة أيضا كان حاضر في اجتماعات الرئيس سيسي. امبارح أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل الشيخ محمد ابن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات المصرية وعبد الله بن محمد الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة القطري. خلال هذا اللقاء تم تأكيد الخطورة البالغة لتصعيد العمليات في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، وأيضا التحذير من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء. تفاصيل وأخبار أكثر في سياق هذا التقرير. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي ويليام بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية. الاجتماع شهد تأكيد قوة الشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية، كما نقل بيرنز تحيات الرئيس الأمريكي جو بايدن للرئيس السيسي وتثمينه لجهود مصر الحثيثة في دفع مسار التهدئة في قطاع غزة ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، بالإضافة لدورها المحوري المتواصل في تقديم وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة منذ اندلاع الأزمة. امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وده بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية وعبد الله بن محمد الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة القطري. شهد اللقاء استعراض الجهود الرامية للتوصل لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وحماية المدنيين من الأوضاع المتدهورة بالقطاع، واستعرض الجانبان الجهود المشتركة في هذا الصدد وأيضاً جهود إنفاذ المساعدات الإنسانية. وتم تأكيد الخطورة البالغة لتصعيد العمليات في رفح بجنوب القطاع والتحذير من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء في ظل ما يكتنف من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مع التشديد على ضرورة تكاتف الجهود الدولية للحيلولة دون اتساع دائرة الصراع وزيادة عوامل التوتر في المنطقة. امبارح ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرنس أعمال الدورة 41 للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي النيباد، واللي بتعقد سنوياً للتحضير للقمة الإفريقية، وده بمشاركة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية الأعضاء باللجنة ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي والمديرة التنفيذية للنيباد. امبارح انطلقت فعاليات التدريب المصري البريطاني المشترك في مجال مكافحة الإرهاب بمشاركة عناصر من قوات الصعقة والمظلات المصرية وعناصر من القوات الخاصة البريطانية، واللي بيستمر على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي لقيادة قوات الصعقة بجمهورية مصر العربية. بدأت فعاليات التدريب باصطفاف ودمج القوات واستعراض للأسلحة والمعدات المستخدمة لأغراض التدريب، ومن المخطط تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية المتنوعة بهدف توحيد المفاهيم وتبادل واكتساب الخبرات وصقل المهارات للقوات الخاصة المشاركة من الجانبين. بالنسبة لأخبار المحافظات، في الإسماعيلية تم افتتاح مركز طب الأسرة الرئيسي في المستشفيات الجامعية، أما في سوهاج فتم الانتهاء من إنشاء سوق جرجا الحضري بتكلفة بلغت 40 مليون جنيه. كمان في الشرقية تم تحصين 88 ألف رأس ماشية ضمن الحملة القومية للتحصين، وفي المنوفية تم طرح قروض ميسرة للشباب والمرأة المعيلة بفائدة بتصل ل 7%. تفاصيل وأخبار أكتر في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في الإسماعيلية تم افتتاح مركز طب الأسرة الرئيسي بمستشفيات جامعة قناة السويس بعد الانتهاء من أعمال التطوير وتوفير الأجهزة الطبية والعيادات بالمركز وفق أعلى معايير الجودة، وده بهدف تسهيل الخدمات الطبية المقدمة. في سوهاج تم الانتهاء من إنشاء السوق الحضري الجديد بمدينة جرجا بمنطقة المزلقان الأوسط على مساحة 2000 متر مسطح،
بتكلفة 40 مليون جنيه ضمن خطة صندوق التنمية الحضرية. بيضم السوق 75 محل مخصص لأنشطة الأسماك واللحوم والدواجن وأنشطة متنوعة. ده بالإضافة ل 46 باكية لبيع الخضر والفاكهة و13 باكية خدمات عامة وغرف إدارية ونقطة إطفاء. في الشرقية أكدت المحافظة أنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الأنغام، قامت مديرية الطب البيطري عن طريق 180 لجنة خلال الأسبوع الثاني من الحملة بتحصين 88,040 رأس ماشية، مع تنظيم زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية. في بورسعيد أعلنت المحافظة أنه تم الانتهاء من أكثر من 80% من أعمال التطوير اللي شملت إنشاء شبكة صرف صحي جديدة بمنطقة خديجة بحي الضواحي، وده ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية في الأحياء الأكثر كثافة وتحقيق مظهر حضاري لائق. في الأليوبية شهدت المحافظة استلام معدات نظافة جديدة، منها 5 سيارات حمولة 20 طن بتكلفة 32.7 مليون جنيه، واستلام سيارة مكبس حمولة 20 طن بتكلفة 5.4 مليون جنيه، بالإضافة لاستلام لودر زاحف بتكلفة 3.2 مليون جنيه، ليصبح إجمالي ما تم توريده 41.4 مليون جنيه، وده بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها وتحسين مستوى البيئة وتطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة العامة والتجميل بمدن المحافظة. في المنوفية طرحت المحليات قروض ميسرة بفايدة 7% للشباب والمرأة المعيلة بحد أقصى 30 ألف جنيه لمدة عامين ونصف، وده رفع المستوى المعيشي للمواطنين الراغبين في التعاقد على تلك القروض وحسب طبيعة المشروع. في الإسكندرية أعلنت شركة الصرف الصحي عن رفع درجة الاستعداد بالشركة استعداداً لهطول الأمطار طبقاً لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية، وده بالتزامن مع نوة الشمس الصغيرة، ومن المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة، بيصاحب ذلك نشاط للرياح على فترات متقطعة. في قنا أكدت المحافظة أنه تم الانتهاء من حجز جميع وحدات مجمع الصناعات بنسبة 100%، وتمت الموافقة على إجراء توسعات بمصانع منطقة هو الصناعية مع تقسيط مؤيسة توصيل المياه للمصانع، أسوة بما حدث بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بنجع حمادي، وده في إطار بحث التحديات والمعوقات التي قد تواجه المستثمرين ووضع الحلول المناسبة والعاجلة لها.